بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة سوا محمد. فكر دقيقة تغير حياتك. لو أنت أول مرة تشوف القناة أطلب منك الاشتراك والتعليق واللايك وشير للقناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. أنا النهاردة هعمل معاكو مكرونة بالبشاميل، وهي مقاديرها سهلة وبسيطة وطريقتها مختلفة عن الناس اللي بتعملها. فشوفوا الطريقة بتاعتنا، هنعملها من ألف للياء، يعني من أول سلق المكرونة للبشاميل لكل حاجة. احنا معانا المقادير سهلة وبسيطة للغاية. هنا عندي حوالي كيلو إلا ربع لحمة مفرومة، هنا بصل متقطع، هنا 5 بيضات، هنا ثوم مهروس، هنا حوالي معلقتين دقيق، حوالي كوبايتين دقيق، كوبايتين دقيق معلش، وهنا طماطم، معجون طماطم طالع من الفريزر، وهنا حوالي 2 كيلو مكرونة، 2 كيلو مكرونة، اللبن طبعا معايا 2 كيلو، اللبن معايا 2 كيلو، وفي بهارات وفي حاجات تانية وفي زيت وفي سمنة. هنبتدي ان احنا نعمل الحاجات دي كلها على النار. فأول حاجة هنبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، نحط المكرونة على النار ونبتدي ونقول بسم الله توكلنا على الله. هنا يا جماعة اهو حطيت المكرونة تتسلق، حطينا حبة زيت وحبة ملح، وهنا حطيت السمنة والزيت علشان نعصج معاكم اللحمة. انا عملت ان انا تعصقت اللحمة هنا قبل كده في القناة، دي تاني مرة للي مش اللي ما شافهاش، كنت عملتها في الجلاش باللحمة، فدي تاني مرة اهو انا هعملها معاكم. يا دوبك بس بالنسبة للزيت يتقدح. حطينا يا جماعة الزيت والسمنة زي ما انتم شايفين اهو، يتقدح مع بعض. نبتدي بقى ان احنا نحط البصل، ياخد بس تشويحة كده تتبيلة يعني اهو. ده اول مرة ان احنا نعمل معاكم في القناة اللي هو المكرونة البشاميل. هتشوفوها ان معاكم سهلة وبسيطة للغاية. يا رب تعجبكم ويعجبكم الفيديوهات اللي انا بعملها. البصل يا جماعة دبل اهو زي ما انتم شايفين، البصلة دبلت اهي زي ما انتم شايفين. انا هحط بقى اللحمة اهي، وابتدي انا احط فيها زي ما اتعودنا المرة اللي فاتت، حبة فلفل وحبة ملح، وابتدي اقلبها معاك. والحتة اللي لسه متلجة هي كده كده هتسيح يعني، وهتفرفر حبة الملح. يا جماعة اللي بيسأل ليه حبة الملح، بنحطهم عشان اللحمة تفرفر كده ما تبقاش معجنة في بعضها. وابتدي اللي انا احط برضو الثوم، او الثوم، واقلبهم لبعض في بعض مع بعض. ثواني اقلبها. هنحط يا جماعة، هنحط نص معلقة هريسة اهو، وهنحط البهارات بتاعتنا متمثلة، تكملة البهارات متمثلة في ايه بقى؟ بهار وزعتر وحبهان وحبة كمون صغيرين وحبة كزبرة صغيرين، طبعا مع الفلفل الاسمر والملح اللي احنا حطيناه الحبة الصغيرين برضو اهو، ونقلمهم مع بعض. وابتدي برضه احط لهم بقى حته الطماطم. حطينا يا جماعه حته الطماطم اهي، هتسيح في مع بعضيها مع على النار اهي، ونقلبها مع بعض ونسيبها بقى نهدى عليها. احتاجت نص كوبايه ميه نحطها كده، وتبقى كده دي تمام وخلصت. المكرونه بتسلق معانا يا جماعة. احنا حطينا كمان حتة طماطم عشان انا بحب التعصيقة تبقى محمرة شوية، واي اضافات بقى عندك انت، عندك تحطيها زي ما انت عايزة. احتاجت ملح حطي، اي بهارات حطي، اللي محتاجة حطي. كده المكرونة والتعصيقة خلاص كده تمام. المكرونة هننزلها ونسيب بقى فيها حبة مية تتعمل فيها تشربهم عشان تبقى طرية.
يا جماعة اهو ده اللبن اهو، ده حوالي 2 كيلو لبن. هنا ده الدقيق، ده عاملاه حطاه على البارد مع الشوربة، مقلباه في الشوربة. تمام، هبتدي اللي انا احط الكلام ده على اللبن اهو، هبتدي اللي انا احطه على اللبن اهو اهو زي ما انتم شايفين، وابتدي اللي انا اقلب. ده طريقة البشاميل بتاعي. ثواني كده اهو يا جماعة، قال نقلبه كده، ما نسيبش ايدينا فيه. ابتدي اللي انا، اللي عايز يحط الزيت والسمنه دلوقتي يحط. انا هحط حبه زيت اهو، وهحط حته طبعا سمنه، وايدي فيه على طول اهو. حطينا يا جماعه حته السمنه كمان اهي زي ما انتوا شايفينها اهو، حتة السمنة اهي. يبتدي ان ده كل ده يدوب على النار ويدينا فيه لما يتقل معانا. البشاميل اللي هو يا جماعة احنا زودناه حبة مية، لو كلكع معاكي زودي حبة مية اهو. يبتدي بس ان هو يتقل معاكي ويلف، يبقى تمام. هو كده بس يغلى وخلاص، يغلي بس كده وخلاص، وانتهى بالنسبة للبشاميل. طبعا هنزوده البيض وملح وفلفل بعد ما يبرد اهو 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 يا جماعة، عشان كده اوضح اهو اهو زي ما انتوا شايفين اهو اهو. يبتدي بس يغلي وخلاص كده يبقى تمام. شكرا. ادي يا جماعة البشاميل لما خلص اهو، احنا كسرنا البيض، كسرنا البيض وحطينا عليه ملح وفلفل اهو. ابتدي بقى اللي انا اقلب على طول اهو. ونسيب يا جماعة البشاميل يهدى خالص، عشان لو حطينا البيض وهو سخن هيستوي فيه، مش هيبقى بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، او زي ما انتوا شايفينه اهو. هنبتدي بقى نقسمه نصين، نحط نصه على المكرونة والنص التاني على وش الصينية من فوق. طبعا برضو ندوق حط البشاميل. حلو، عايز ملح حط اهو. ادي المكرونه اهي يا جماعه، سلقناها وفرفرناها زي ما قلنا لكم، نسيب حبه ميه فيها عشان تبقى طريه. هنبتدي بقى نحط نص البشاميل. احط يا ماما النص، بسم الله الرحمن الرحيم، بس كفايه. هبتدي بقى ان انا اقلب المكرونه في بعضها اهي زي ما انتم شايفينها. في ناس بتحط بقى ايه نقطه طماطم في المكرونه وهي كده، يعني عشان تحمرها. اللي حابب يحط اي حاجه، اي اضافات بيحطها زي ما انتم شايفين اهي يا جماعه اهي. طريقه سهله وبسيطه، بس اهم حاجه ان انت تخدم البشاميل، لان البشاميل هو الاساس. وطبعا بتاع الصيجه اهو زي ما انتم شايفينه اهي يا جماعه. ايه يا جماعة الصينية الأولانية، بعد ما حطينا الوش الأولاني، وناخد برضو بالنا من القعر واللي هنحطه في على الوش. وادي الصينية التانية اهي، هنبتدي بقى نحشي النص. شيل يا سماحة الحلة دي. ادي يا جماعة اهو العصاق حطيناه، هنبتدي اللي احنا نفرده اهو. بنفرده الناحية التانية اهو،
وهنبتدي برضو ان احنا نفرده في دي اهو زي ما انتوا شايفينه. وبنضغط بالمقصوصه على المكرونه واللحمه يا جماعه اهو. والتانيه برضو هنعملها كده. حطينا اول وش التاني، حطينا العصاج، وادي الوش التاني فردناه اهو، بنفرده معاك اهو. بتبقى طبق يعني ايه، طبقة خفيفة شوية عن ال على الطبقة الاولانية اهو. وادي التانية اهي حطينا ولسه هنفردها معاكم. يا جماعه احنا خلاص الصواني عملناها اهو، فردناها. احنا هنبتدي بقى نحط هنا بشاميله، البشاميله على الوش زي ما انتوا شايفين اهو. حط النص هنا والنص هنا، يعني عاملين البشاميل بزياده يعني. فهو احنا كل ما البشاميل بتاعها يبقى كتير على الوش بتبقى طريه اهو زي ما انتوا شايفين اهو. ونبتدي نفرد. حطي يا سماح، حطي كمان اهو يا جماعه. خلاص حطينا الوش التاني بتاع البشاميل اهو. هنبتدي ان احنا هنحط بقى ايه، لو عندك قشطة حطيها على الوش. في ناس بتحط جبن، ممكن تحط جبن اهو يا جماعة. هنبتدي ان احنا نحط اهو قشطة. وريهم كده طبق القشطة يا ماما اهو. نزلي ايدك كده شوية. ايوه اهو طبق القشطة. هنبتدي احنا نحط على الصينيتين على الوش. حطينا على حبة زيت، وحطيت على حبة زيت. اه يا جماعه احنا حطينا اهو القشطه على الوش اهو. في الثانيه اهي حطينا على القشطه على الوش. نبتدي بقى ندخلهم الفرن يستووا ويطلعوا الشكل النهائي. ادي يا جماعه الشكل النهائي البشاميل اهو زي ما انتوا شايفين. بس طبعا اهو من قريب اهو، طبعا الموبايل ما بيظهرش الشكل الحقيقي اهو من قريب اهو. اهو يا جماعه هنا ادي الصينية التانية ايه، اللي ده في الصورة اكنه مسود لكن هو احمر يا جماعة. اهو يا رب تعجبكم يا رب، وطريقتنا تعجبكم. هنبتدي ان احنا نقطع حتة معاكم ونشوفها معاكم اهو شكلها يا جماعة. وبعد ما قطعتها، بعد ما قطعت المكرونه البشاميل اهو زي ما انتوا شايفين، وادي الصينيه ايه. يا رب تعجبكم يا رب، والمقادير بتاعتنا تعجبكم، هي مظبوطه وطعمها جميل ما شاء الله يعني. وطبعا احنا سبتها تهدى شويه على انها تعمل لقم، كل ما تسيبيها اكتر تمسك اكتر وتبقى ثابته معاك اللقمه، وبتبقى احلى كمان لو بتعمليها ومثلا بيفضى حته ولا اتنين تاني يوم، بتبقى جميله قوي 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 قوي. يا رب تعجبكم، ويا رب ولو في اي حاجه في التعليقات قولوها لي. والى لقاء جديد وفيديو جديد في قناه سهى محمد. فكر دقيقه تغير حياتك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.